وصلنا ميسان لفقرة كتير لطيفة وكتير بحبوها العالم، هي الهاند ميد أو الأشغال اليدوية. دائما الشغل خلينا نقول اليدوي فيه روح دائما، ويمكن كتير أنا وياك هيك بخلال فقراتنا بيكون معنا هدول الأشخاص يلي بيتمتعوا بروح عالية وبخلق خلينا نقول واسع لأنه نشتغلوا. فعلا سالي، يعني بسوريا مع الوقت صرنا عم نكتشف هي المواهب الكتير مهمة. سيدات أغلبهم سوريات متميزات عم يكون لهم بصمة قوية جدا بعالم الهاند ميد والأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وأشكالها. واليوم معك ضيفتنا، خلينا نتعرف عليها. أكيد نرحب أنا وياك ميسان بالسيدة غالية الحموي اللي بتصنع الأحواض الإسمنتية. بداية نصبح عليك. صباح الخيرات، يا أهلا وسهلا. نهارك حلو مثل صباحك. تسلمي لي، اهلا وسهلا، صباحكم حلو. خلينا نتعرف على حضرتك، بتشتغلي بالاحواض الاسمنتيه سيده غاليه، ومعنا نماذج جميله اليوم جايبتي لنا اياها. يمكن الشغل مختلف بالهاند ميد، الاحواض الاسمنتيه مو دائما كثير بنسمع فيها. لا، خبرينا عن هذا العمل. هلا ببدايه يعني انا وبنت خالي هيك بعد فتره الحجر ما عاد قدرنا انه نحن نقعد كثير بهالبيت، فاخترعنا، هي بما انه خريجه فنون فنحن بنعرف كثير، هي بتشتغل كثير بالصب والنحت، فحاولنا انه نعمل الاحواض الاسمنتيه. فبلشنا بدايه بالريسايكلينج، يعني اي قطعه بلاستيك بدي كبها، قبل ما كبها اعمل الخلطه واعملها قالب، وبعدين منكب القطعة البلاستيكية ومنطلع منها. يعني إعادة تدوير واستفادة. تماماً، عندي تدوير واستفادة عنكم. فنحن عملنا اثنين بواحد بهالقصة. فبلشنا هيك بالشغلات الصغيرة للصباريات، بعدين حبوا العالم الفكرة عن طريق وصارت تتوسع أكثر، صارت تتبلور أكثر. يعني صرنا نحط مثلاً مواد، صرنا نعتني بهدول القصص، اسأل مهندسين، ابني مهندس مدني، فصرت اساله انه شو الجبله وشو الخلطه وكيف انه يعني قدرتي تستفادي وتستثمري ايضا انه نحن سالنا. عم نشوف كثير شغلات يعني مثل حوض ومثل مزهريه صغيره. تماما. وايضا حوض صغير، يعني تنوعت خلينا نقول الاشكال والاشكال والافكار، ولكن المحتوى واحد والاسمنت. احكي لنا شوي هيك عن الوقت اللي انت بتاخذيه لصناعه اي قطعه، مثلا اذا كانت كبيره او داخلها مثل هدول القصص. يعني ما بعرف ميسان اذا منتبهين لون زجاج. تماما، فيها زجاج. نحكي شوي. هلا انا بالنسبه لنا نحن بنستعمل الاسمنت الاسود وبستعمل الاسمنت الابيض. الاسمنت الاسود بقدر اني ادخل له زجاج، بقدر ادخل له لون، فكله عن طريق الجبله يلي بنسميها او الصبه. فبنحطها وبندخل الالوان حسب كل مرة، بس ما عندي انه تطلع القطعة تشبه اختها. تمام. كل مرة بتطلع القطعة غير اختها. حسب القالب يلي بتستخدميه؟ حسب القالب اولا اذا كان متوفر، ثانيا بتعرفي الهاند ميد يعني بضل عيارات، هي معيارات دقيقة. نعم. بالصب وبالالوان. فمرة بيطلع معي مثلا، في كثير عالم بتوصيني بس ما بيطلع، بيقولوا مو مثل يلي اخذناه، بقول لهم والله ما بتطلع نفسها لانه هي بتطلع بغير طريقة. كمان على الاسمنت الابيض شايفة شيء مع سالي، سالي شو تماما معي؟ كنا عم نحكي مع دكتورنا على التدخين واضرار التدخين، صحن سيجارة، عم نشوف صحن سيجارات. يعني هي مسبنة كمان، ممكن كمان ممكن أولى. بس شوفي الواحد وين بحسب بيروح. تماما. اذا مدخنين فبتروح على صحن السيجارة، اذا لا عدة استخدامات. يعني تماما، هي للصابونة ولكن احنا عملناها صحن سيجارة، عملناها صحن القهوة. تماما تماما. نحكي شوي عن هالقطعة كاملة. هلا هي القطعة طبعا استعملت هون القوالب يلي مستعملتها هي قوالب اناني الشامبو. فطبعا بتصل بالجاره بقول لها لا تكبي شيء، اعطوني اياه هون مشان انا استعملهم للصبات. فهي انا مستعمله فيها الاناني الشامبو. بالنسبه لهي بستعمله فيها الصحن الحلو يلي بنشتري من عند الحلوانجي، وعملتها كصحن لانه ممكن حتى عليها المحارم او المناشف الصغيره للتور بالحمامات.
تمام. والمصبنة أو صحن السيجارة هو عبارة عن علبة الحلاوة صبينا فيها. طلعنا حلاوة. هي علبة حلاوة بس كثير حلوة على فكرة، على شكل وردة. لا بس أبدا ما ممكن يخطر على البال إنه صبن هي علبة حلاوة. طيب وهي هي الشغلات قديش بدها وقت تقريبا، وخصيصا لتنشف هي المادة لتقدري تفكيها عن عن تمام. القالب يلي انت استخدمتيه. هلا هي بتاخذ مني وقت لانه هلا بفتره الصيف الجبله ما عندي مشكله فيها، طول ما في شمس هي بتنشف بثلاث ايام. وطبعا بعد ما تنشف في عندي مرحله النقع، يعني لازم فكها من القالب وارجع انقعها بالمي كمان. حلو. تقريبا شي ثلاث ايام ليرجع الاسمنت يغب ويتقسى اكثر. طبعا نوعيه الاسمنت طبيعته بيتفاعل لمده 80 يوم. فهو خطر للاستعمالات غير هي، فنحن بنستعمل الواقي الكمامه، بنستعمل بالصناعه بالاستخدام ما له شيء. بالاستخدام ما له شيء ابدا، هو بعد ما بيصير مجمد خلص ما عاد في مشكله له. بالشتاء بلاقي صعوبه شوي لانه بياخذ مني وقت اطول لينشف، لانه الطقس ما بيساعد ابدا انه ينشف بسرعه. حلو. فبدها تقريبا القطعه من 10 ايام ل 15 يوم لتنشف. نعم، يعني احيانا ممكن تكون القطعه الاسمنتيه ما انا ساده، يعني هون مدخل لها ازاز، واحيانا بصير في الوان، يعني ممكن نلون نحن. هلا هون في الوان، انا في الوان بس الالوان المناسبه يعني. تماما، فينا ندخل الوان حلوه صيفيه. هلا ممكن ندخل الوان صيفيه، بس تعرفي نحن مجتمعنا لساته بيحب القطعه الكلاسيكيه، ما له جريء كثير بالالوان انه يحطها ببيته. حلوه الالوان. تماما، هي كثير الوان الصيف حلوه وفرحه، بس لساته بهيك يعني انا عملت كذا قطعه فيها الوان. حبوا هدول الكلاسيكيات اكثر، وفي منهم حبوا الاسمنت على حاله. يعني الماده الاسمنتيه نفسها كلون هن يلي حبوه اكثر الشيء، لانه بتعبر عن الماده نفسها يعني. ويمكن لانه بتقدر انه نحطها باي بيت، شو ما كانت لون الفرش شو ما كان شكل مثلا البلكونه، اذا حابين يحطوا شيء على البلكونه، لانه فعلا الشيء الكلاسيكي بيتناسب مع صح. كل شيء. حوض الحوض يلي فيه الصبارة هي. أيوة تمام. تماماً. أيوة. هذا الحوض عم شوف عليه تعرجات، خبرينا عن الشغل فيه. هلا هذا الشغل فيه طبعا هي عبارة عن زبدية إزاز تبع السلطة انكسرت، فدغري ضفتها للصحن. إزاز. تماما. فأنا لما بتتقطع بتنزل بلزقة على الحوض، بعدين بنزل الصبة عليها. طبعا بيصير في عندي فراغات بعد ما بقيمة من بس لتنشف تماما، ببلش عملية الحف. يعني نحن بنشتغل كمان بالحف كل شيء، يعني عن جد هو هاند ميد فينا نقول، ولكن عن جد بده جهد. بده جهد، بده شغل كثير، ووازن. هو وازن فبده يعني عضل، يعني حملته ما شاء الله وزنه هي. ايه وازن فبده عضل، بس هي شيء منيح. يعني احيانا بنحط هيك ما بيقلب بسرعه او مثلا مزبوط. ما بيتعرض. تمام. يعني ايضا خلينا نحكي، شو في هيك شاركتي بشغلات عرضتيها، انطلب منك شغلات هيك غريبه احيانا بتحسيها يعني انه بدنا شغله من الاسمنت. هلا انطلب مني طاولات. ايه عملت طاولات، بس انا للاسف يعني لانه اليوم جمعه فالشاب يلي بيساعدني بالنقل فما كان موجود. طاولات اسمنتيه. طاولات اسمنتيه هي الترس. انا صغيرة. الترس. ايوه الترس يلي بقدر اني اعمله. والقاعده بتكون يا خشب او معدن حسب شو بقدر اني يعني حسب الزبون شو حابب. طلبت لكم كراسي. تماما، هن طلبوا مني كراسي بار، يعني انه يكونوا لبار او للعاليين. فهي الخطه الثانيه، فبلشت انا باول شيء بالاحواض الصغيره، بعدين بلشت تكبر الاحواض، بعدين صارت هلا مطلوب مني الاحواض الكبيره اللي تنحط جنب البيت. جنب باب البيت الحواض الكبيرة. وعملت الطاولات هي للأوتدور. يعني كانت القاعدة تبعها خشب. الترس هو عبارة عن
بالجنينه ممكن تنحط او على البلكونه تماما، ممكن للفيروندا، ممكن لجنينه، ممكن لبيت صيفيه. بعدين هو زرافته الاسمنت انه ما بيتفاعل مع العوامل الجويه، يعني ممكن تحطيه برا مطر مي شمس، مي شمس أبداً. ما في مشكله عليه ابدا، شيء كثير يعني مميز. بعد ما تخلصوا القطعه ما بيتم انه بتعالجوها للقطعه باي ماده كيميائيه او اي شيء لحتى ما تفعل، ولك او هي بالتعامل مع الاسمنت بس تخلص القطعه وتنشف خلص، ما في داعي بقى تتعاملوا مع ابدا اي شيء. اذا كان عندي اياها خلص هي ك هلا مثلا مثل هي، انا ممكن احط لها طبقه ماده بس لحس انه تروح الغبره، يعني هذا ملمس الغبره اللي بيطلع من الاسمنت. مثل ما بيقولوا هذا الشيء اللي بيلمع. ايوه تماما، هذا الشيء بيلمع مثل المانيكير الشفاف يلي بنستعمله، ممكن اني انا استعمله بولش او لكر او اكريليك يلي هو، ممكن استعمله للماده الخارجيه بس بحيث انه لما تلمسي ما تنزعجي من الملمس، ملمسة البودرة يعني تصير هيك ملمسة من ملمس البودرة. هل في استخدام آلات ممكن خلينا نقول يعني آلات للنحت مثلا فينا نقول يعني للتنعيم، لأنه أحيانا مثلا بيطلع عندك شيء أعرض أو هيك أكثر من شيء، ف يعني أحيانا نصبي لو على الآلة مزبوط ما بتزبط، فاحكي لنا عن هدول. هلا طبعا نحن أنا أول شيء كان الحف يدوي، كنا نشتغل بالحف اليدوي ورق بالورق الازاز. بستعمل ثلاث مراحل من الاخشان للاوسط للانعم. طبعا لازم يكون بشكل دائري لانه مشان ما يعطي علام الورق الازاز. بعدين صار في عنا مشاكل مفاصل تماما، فاضطرينا انه نجيب اله صغيره يدويه منزليه كهربائيه انه انا اشتغل فيها بالحف، فمشي الحال يعني قدرنا نجتاز شوي الفكره. مع انه حسب ما ذكرتي حضرتك ما صار لكم زمان كثير مبلشين بهذا المشروع، ويمكن مثل ما عم تقولي حضرتك بفتره الكورونا اشتغلتوا عليه. كيف سوقتي لمنتجاتك وكيف هيك صارت الناس بتعرف بسيده غاليه بتشتغل بالاسمنت مواد كثير جميله؟ تسلمي لي. هلا نحن بلشنا اول شيء عن طريق رفقاتي. لما شافوا الفكره قاموا شجعوني، فقالوا لي خلص نحن بدنا ناخذ من عندك مشان تكون هي اصلا سوفونير انه انت شغلتيها بايدك وفيها روحك، يعني انه فيها روحك، فيها حياه، يعني هيك فيها شيء منك يعني. فبلشت عن طريق رفقاتي، رفقاتي بلشوا كمان انه رفقاتهم لما يشوفوا القطعه يستغربوا. بعدين بلشت ببازار، بلشت ببازارات كانت قبل راس السنه وقبل عياد الميلاد، فانه لقيت اقبال حلو. فانا استغربت، انا اول شيء كنت يعني متردده انه يعني قطعه اسمنتيه مين بده يشتري قطعه اسمنتيه ويحطها بالبيت؟ صاروا يطلبوا طاولات، فصاروا يطلبوا طاولات. فانا الحمد لله انه عن طريق البازارات يلي صارت او يلي عم تصير هون عنا بالبلد، وهي لقيتها شغله كثير حلوه انه تنعرفي عن طريق جدا مميز البازارات. كثير جدا انا كنت من رواد البازارات، بعدين صرت من المشتركين فيها. هو يمكن باللاوعي سالي وقت عم نروح البازارات عم يصير عنا اصدقاء بالاشخاص، وعم نشوف يعني كم كبير من الاعمال اليدويه على اختلاف الانواع، شي هاند ميد اكسسوارز، شي بالاسمنت، شي صابون، كثير شغلات يعني. ايوه تماما يعني كمان خلينا هلا نقول انه حتى النساء السوريات يعني اثبتنا حالهم مو بس بالطبخ ولا بس بالاكسسوار، حتى اشتغلوا بالاسمنت. احنا لازم نوجه هلا للكل انه حتى النساء السوريات كان للاسمنت وشغل الاسمنت دور، ما في شيء بيصعب علينا نحن. لا. يعني مع هالسنين كلها قدرنا أبداً. نتميز وقدرنا نعمل شيء تماما، قدرنا نحقق ذاتنا ونحط بصمه لنورجي العالم انه نحن ما في شيء بيكسرنا. تماما. خلينا نحكي شوي عن هي خلينا نقول الاراده، او انه لسه نحن مستمرين ولسه عندنا خلق نشتغل، يعني هذا الشغل كله بده وقت. بده وقت، بده جهد، بده تفكير. يعني بصير مثلا كيف ما مشيتي، كيف مثلا ما طلعت اذا ماشيه بالسوق تلهمك شغله، ايه انه هي بتزبط قالب، هي لا ما بتزبط قالب. بكون مثلا قاعده عم بشرب فنجان قهوه بتطلع
بسكن لا لا اجتني الفكره بقوم دغري بطبقها بساويها يعني. وهو زرافه انه المشغلي انا وبنت خالي انه بالبيت يعني يعني اخذين هيك جزء صغير من مساحة. الجنينه مساحه عم نقدر انه نحن نصب فيها ونحط فيها. بقى فورا بيجيك الهام، فصعب كثير انه يكون مشغلك اصلا كمان برا البيت، لانه ممكن تجيك الفكره على شي ساعه 12 بالليل تقومي تشتغليها. عرفتي علي؟ في خلق. ايه انه في خلق لهالقصة وفيها تفريغ طاقه بطريقه كثير حلوه. استثمار للوقت. استثمار للوقت، استثمار لانك تنفسي عن غضبك. بأي شيء مثلا زعجك، استثمار لأنك أنت تنفسي عن فرحك مو بس غضبك، يعني إنه تنفسي عن فرحك تطلع على الطاولة بتجنن. بتجنن، عرفتي علي كيف؟ مثلا بكون أنا ببالي بكره خلص أنا بدي ساوي 1 2 3 في بعمل مثلا 3 4 5 ما لهم علاقة بالشيء اللي أنا مثلا كنت حاططهم ببالي، إنه لا طلعت فكرة غير قصة غير شيء. يعني في كثير شغلات بلشت بحبش اكثر، يعني مثلا بلشت اني روح عند اخذ الريسايكلينج مثلا من المعمل الزجاجي تبع الهاند ميد اعمله هذا مثلا. لما رحنا على المعمل الزجاجي اخذت من عنده هدول الطابات الزجاجيه لقيتهم عنده، قلت له ممكن انا اشتري من عندك؟ قال طبعا ما في مشكله. فهدول عملتهم مثلا لقاعده للصحن. في منهم الوان فدخلت الوان فيهم. مثلا انزل مثلا على المناخليه استعمل البراغي. اخلق براغي مثلا. في عندي المبسم تبع السيجاره الخشب تبع السجاير اللف هدول استعملتهم ارجل للطاوله. حلو حلو تماما. يعني في كثير شغلات اني استفدت منها. انزل اخترع، يعني انزل طلع شوف شلون بقدر اني طلعهم هدول القصص. وقدرنا انه نمشي وحبوا العالم، يعني كثير حبوا. كانت هيك واغلب العالم يلي بتوقف عندي هن شباب يعني بيوقفوا بيستغربوا انه شو هي الماده، هذا حجر حلو، هذا رخام حلو. ايه فبعدين يعني عن جد فقرتنا كانت مو بس لطيفه وكانت مميزه معك مدام غاليه. بدنا نتمنى لك التوفيق بعملك بشغلك بكل مجالات حياتك، يعني اللي قدرتي تخصصي فيها بقلب البيت مجال للعمل. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لاستضافتكم. شكرا لك مدام غاليه. بنتمنى لك يا رب كل التوفيق، ولكل السيدات السوريات دائما في شغلات جديده يعني بخلونا هيك كثير مبسوطين انه هن قدرانين يشتغلوا فيها وبشكل متميز. شكرا شكرا كثير لاستضافتكم، وشكرا اني انا كنت موجوده معكم. هذا لي الشرف اني اكون موجوده على محطه سوريه وانا بنت البلد. نورتي. تسلمي.